الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. صدق الله العلي العظيم. خير البداية آيات بينات من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ الأخ حسين موسى، فليتفضل مصحوباً ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإن
اللهم صل على محمد وآل محمد. نبقى مع ألحان الإباء والوفاء مع النشيدين الوطني اللبناني ونشيد حركة أمل وقوفا. نبقى مع عرض مصور حول ذكرى القسم، صلوا على محمد وآل محمد. أعمل لنا مسير مصاصرة إلى تهيئة الأجواء لأجل القيام
على امتداد الحكم الى التوسل بوصلات متعدده مع الامام الصادق قد بها رموز سياسيه لبنانيه من مختلف الطوائف. واطلق الامام الصادق صرخه مدويه امام عشرات الالاف في كلمته للسابعه عشر من اذار من ذلك العام. بتاريخ 28 من ايار وحتى 30 منه على 1976 وفي الكلمه الافتتاحيه التي القاها الامام الصادق في المؤتمر التاسيسي الاول لحركة المحرومين أوضح فكرة القسم الذي أنشأه حين خطبه وردده من خلفه عشرات الآلاف من الجسود البشرية في مهرجان بغداد، حيث قال: إن لم يكن مستعدا ومفكرا بالقسم قبل ذلك اليوم. ثم قال الإمام: هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى مرة أخرى أراد أن يدفعها لاتجاه العمل بطريق الشرع المنظم، ولا يريد منها خطة جماهيرية فحسب، فكانت القسم، والقسم التزام كما تعلم. هو عهد وميثاق يسري في شرايين ولائنا، ودستور يبني أوطاننا وأحلامنا وآمالنا، وفيه تحتشد المواقيت التي لا تموت ولا تنتهي، فيه تحتشد ألوفنا التي لم تتبدل عن بوصلة الحق، وتحتشد أنفاس عشقنا التي لا تعد، وعلى الموعد نحضر جيلاً بعد جيل، وقلباً بعد قلب، وروحاً بعد روح، ولساناً بعد لسان، ليبقى القسم خالداً وحاضراً وشامخاً على أكتافنا وشباهنا، قولاً وفعلاً وصوتاً يعيش في حناجر أجيالنا ولن يتغير للأبد. كلمة مكتب الشباب والرياضة لحركة أمل في إقليم الجنوب يلقيها مسؤول المكتب الأستاذ علي حسن، فليتفضل. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك سيدي سماحة الإمام، يا من غرست فينا حب الوطن وآمنت بلبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه، وعشقت الحوار والشراكة لغةً يجب أن يحتكم بها العمل السياسي والاجتماعي في هذا البلد. السلام على الأمين المؤتمن قائد مسيرة التنمية والمقاومة والتحرير وحفظ الإنسان وحفظ الأرض وحفظ الوطن، وفي قلبه الجنوب
دولة الرئيس الأخ الأستاذ نبيه بري. الإخوة أعضاء هيئة الرئاسة، رئيس المكتب السياسي للحركة الأخ الحاج جميل حايك، الأخ رئيس الهيئة التنفيذية الحاج مصطفى فوعاني، الأخ سعادة المحافظ الدكتور محمود المولى، الإخوة في إخوتي في مكتب الشباب والرياضة، إخوتي في قيادة إقليم الجنوب، أصحاب المراتب والمقامات، أصحاب الفضيلة، إخوتي في مكتب الشباب والرياضة في إقليم الجنوب، أيها الشباب، أيها الطلاب، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. ها نحن نلتقي اليوم في رحاب شهر آذار، هذا الشهر الذي يرشح ورداً وحرفاً وشهداء، هذا الشهر الذي يزهر أملاً وتضحيةً وعطاء للشهداء، للأساتذة والمعلمين، للأمهات، للقسم المبين الذي أطلقه الإمام القائد السيد موسى الصدر، فأقسم بقلق الطلاب والمثقفين وبأنين الأمهات وبدماء الشهداء، وبأنه لن يهدأ حتى لا يبقى محروم في لبنان أو منطقة محرومة. ونحن نعاهدك سيدي أننا لن نوفر جهداً لإحقاق الحق ولإزهاق الباطل، والله على ما نقول شهيد. أيها الإخوة، أيها الأحبة، الشباب هم العمود الفقري لكل مجتمع، هم قوته، هم ثروته، هم عصبه، هم قلبه النابض بالحياة ووجهه المشرق بالأمل. نعم، إنهم مخزون الطاقة المتدفق الذي يملأ المجتمع حيوية وهمة ونشاط. لذلك نحن في مكتب الشباب والرياضة نسعى جاهدين إلى مقاربة ملف الشباب بلغة مختلفة عن مثيلاتها وعن أقرانها، فنحن نتوجه إلى الشباب بعناوين ريادية قيادية طليعية من شأنها أن تعزز واقع شبابنا في مجتمعنا ويرتقوا بهم من واقع حالي إلى غد أفضل. ونحن نسعى في مكتب الشباب والرياضة على إعداد خطط تنموية وبرامج توعوية تربوية قادرة على محاكاة واقع الشباب في مجتمعنا، وقادرة على مواكبة التطورات السياسية والثقافية والتكنولوجية والعلمية في بيئتنا، وقادرة أيضاً على مواجهة التحديات الراهنة التي تتربص بنا شراً لضرب أواصر مجتمعنا المقاوم. كما إننا في مكتب الشباب والرياضة نعمل جاهدين إلى تفعيل لغة التعاون وتعزيز مبدأ الاستثمار المنتج في عملية تخصيب الكادر الشباب الحركي والابتعاد عن الصورة النمطية المعتمدة في بناء هذه الشخصية، وذلك يتطلب حشد طاقات الجميع ورص صفوفنا وضخ طاقاتنا وتنمية القدرات والمؤهلات الشخصية للفرد. كما أننا نطمح إلى تدعيم وتوجيه وتحصين وتمكين الشباب بالمؤهلات وبالخبرات وبالقدرات التي تمكنهم من تحقيق هذا الهدف المرتجى. أيها الأحبة، نحن نسعى كذلك أيضاً إلى تفعيل لغة الشراكة بين القطاعات التنظيمية المرتبطة في مكتب الشباب والرياضة، من المكتب التنظيمي إلى المكتب الثقافي إلى مكتب المهن الحرة إلى التربوي. هذا الأمر إن أضحت هذه الشراكة ممكن ويمكن للجميع أن تشكل حالة ومنظومة تنظيمية
من شأنها أن تعكس واقعها الإيجابي على مستوى قرانا وبلداتنا ومدننا وعلى مساحة انتشارنا الشعبي. كما للمرأة دور كبير في تحركنا وفي نشاطنا، فنحن نسعى بالتعاون مع مكتب شؤون المرأة إلى تسليط الضوء على الدور الريادي والقيادي والطليعي لدور المرأة في بناء المجتمع، كما أننا نعمل على تعزيز رغبة المرأة في الدخول إلى معترك العمل التنظيمي والسياسي والاجتماعي. أيها الأحبة، أيها الإخوة الشباب، ها نحن اليوم من مدينة الإمام الحسين ومن حسينية النبطية نتوجه إليكم دولة الرئيس، شباب أمل، شباب أفواج المقاومة اللبنانية أمل، شباب وفتية آمنت بربها ووثقت بخطها. فنحن ندرك أن طريق الحق صعب وشاق وشائك، خطنا واضح يبدأ بالتضحية ولا ينتهي إلا بالشهادة. ونحن ندرك يا دولة الرئيس حجم التقديمات التي قدمتها وحجم التضحيات التي بذلتها، وأنت أنت الذي أفتيت بقتال العدو الإسرائيلي في مواجهات خلدي عام 1982، وأنت أنت الذي عمرت الجنوب بالمؤسسات بالمستوصفات والمدارس والثانويات والمستشفيات. فنحن من هنا من على هذا المنبر نتوجه إليكم دولة الرئيس، سر بنا فنحن خلفك، سر بنا لك الوفاء والولاء والعهد والقسم، إننا على العهد باقون، لن نتيها عن طريق الحق. ونتوجه إليكم بالفم الملآن بالروح بالدم، نفديك يا نبي. أيها الإخوة، وأخيرا، هؤلاء هم شباب أمل، فدائيو حدود هذه الأرض المقدسة، مجهولون في الأرض معروفون في السماء. نعم أحبتي، إنكم الأمل المرتجى والقمح المدخر للسنين العجاف، إنكم السهل الممتنع وعناقيد عنب الحكايات الجميلة. نحن في مكتب الشباب والرياضة نعدكم أن نبقى بينكم عاملين بخدمتكم، آملين وإياكم أن نرتقي بأنفسنا إلى تطلعات الإمام القائد السيد موسى الصدر، وإلى رؤية الأخ دولة الرئيس نبيه بري في عملية بناء مجتمع سليم وقويم من شأنه أن يعكس وقعه الإيجابي على هذا المجتمع الذي ننتمي إليه. أمل بنصر الله وعودة الإمام القائد، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أن تحلف بالله عظيما ذا عهد لا لن يتغير، أن تحلف بالله عظيما ذا عهد لا لن يتغير، والقسم لموسى كالباري وكطاها وعلي حيدر. لا عجب، فالصدر إمام في كفيه عهود تذكر، وشفاه إن نطقت قسمت بالله ومن أعطى الكوثر. لن نترك يوما مطلبنا وحقوقا يوما لن تهدر، وبدون تردد أو ضعف لن نهدأ عن نهي المنكر،
نقسم بشمال من وطني وبأرز خلد للمحشر وجبال ما سقطت يوما شمخت فوق الكون وأكثر، قسما بجنوب يكتبه تاريخ بالدم الأحمر، قسما بالغرب إذا صلى والشرق إذا قام وكبر، قسما بالشمس إذا اعتصرت نورا من ليل لا يقصر، قسما بالمجد على أرض تعطيها الناس لكي تفخر بالحب، تضم هنا الدنيا والحب كبحر يتفجر، قسما بدماء الشهداء وبدمع يتيم لا يقهر، بأنين الأم إذا صرخت في وجه الغاصب كي تثأر، قسما بجراح قد نزفت تروي عطش النصر الأخضر، بضياء المكتوم بفاه من فوق الطغيان تجبر، قسما بالطلاب إذا هم كسحاب يغضب إن أمطر، وبذعر الأطفال صلاة يسجد فيها السيف الأقدر، قسما بجهاد وسلاح يرقص فوق الزند الأسمر، قسما بالبعث إذا رفضا قد بدل ملحا بالسكر، قسما بالحق إذا غدرا قد حل الباطل واستكبر، قسما بعمامة من أعطى موجا في بحر يتصبر، قسما بعيون إن نظرت كرصاص بالعزة أزهر، والله على القول شهيد ذا قسم لا لن يتغير. كلمة حركة أمل يلقيها رئيس الهيئة التنفيذية في الحركة الحاج مصطفى التعاني، فليتفضل. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوتي وأخواتي، يا أبناء القسم، يا أبناء الإمام القائد السيد موسى الصدر، ويا أبناء حامل الأمانة دولة الرئيس الأخ الأستاذ نبيه بري، السلام عليكم جميعاً ورحمة من الله وبركاته. بالأمس في بعلبك، والبارحة في بيروت، واليوم في مدينة العلماء والشهداء في النبطية، قسم بحجم هذا الكون، قسم تجاوز كل الجغرافيا وتجاوز أسماع التاريخ، وأضحى قسم الأحرار على امتداد هذا العالم، قسم الطلاب والمثقفين الذين هم أنتم، بحر من العطاء لا ينضب، وهذا هو مشروع الإمام. فبقدر ما أنتم أيها الطلاب وأيها الجامعيون والثانويون، وأنتم يا أبناء كشافة الرسالة تحتشدون في تاريخكم اليوم لتؤدوا هذا القسم، ولتكونوا عنواناً من عناوين الحياة، ولتكونوا في خط الخط وأمل الأمل، لتكونوا مع المبدأ وتكونوا مع محمد سعد وخليل جرادي.
لهذا القسم ومفرداته التي ما زالت تحاكي كل مفرداتنا في السياسة وفي الاجتماع وفي كل ما من شأنه أن يجعل من هذا الوطن وطناً عزيزاً ووطناً كريماً. لهذا القسم الذي يشكل المسمار في نعش الطائفية، لهذا القسم ولإمام القسم الذي ما برح من عكار إلى عرسال وإلى الجنوب وإلى أعالي جبيل، لهذا القسم الذي أراده الإمام موسى الصدر أن يكون الوطن الجامع والوطن النهائي لجميع أبنائه، لهذا القسم الذي نحتشد دائماً وإليه، ولهذا القسم الذي يشكل اليوم بحق وفي هذا العام أيقونة مضيئة في سماء لبنان، لهذا القسم الذي إن شاء الله يتحول إلى البعد الوطني الكبير، فلا يختص بمناطق في البقاع والجنوب وبيروت، وإنما يكون على مساحة لبنان لأنه استقلال لبنان الحقيقي. يا سيد الإمام، ما زلنا نغرف من هذا القسم، وما زالت مفرداته من جنوبه إلى بقاعه ومن جباله الشامخة إلى المجاهدين، إلى أنين الجرحى، إلى الأمهات الذكلى. وها نحن اليوم في عيد الأم نقدم أسمى آيات التبريك لكل الأمهات، ولا سيما أمهات الشهداء، نقدمها من النبطية إلى أم عمر العلي في فلسطين، حيث ارتقى شهيداً على خط مقاومة قال فيها الإمام القائد السيد موسى الصدر: قاوموا هذا العدو الصهيوني بأسنانكم وسلاحكم مهما كان وضيعاً. تحية من هذه المقاومة التي غدت قدراً ولم تعد خياراً، هي قدر الشرفاء في هذا العالم، طالما أن هناك محتل يتربص بإنساننا، بمياهنا، بأرضنا، وبكل مقدراتنا، وأنتم المقدر الأول في خط المواجهة، لأن عدونا يستهدفكم أنتم، يستهدفكم بهذا المستقبل الذي أراده الإمام موسى الصدر أن يكون مستقبلاً زاهراً، فكان هذا القسم المبين يستهدفنا من خلال أن يبقى الحرمان جاثماً في مناطقنا. ولذلك كان الأخ الرئيس نبيه بري يعتبر بأن الحرمان على حدود المجتمع لا يقل خطورة عن العدو الصهيوني على تخوم جغرافيا الوطن. هذا القسم الذي وحد لبنان، ما أجمله وما أحيلاه لو أن السياسيين في هذا الوطن عكفوا على دراسة مفرداته واستفادوا من الوحدة الوطنية التي أرادها الإمام الصدر في كل مفردة من قسم معلبكة إلى قسم سور. لو أن السياسيين في لبنان لم يتلهوا بالخلافات ولم يظهروا هذه الخلافات إلى الإعلام، لو أنهم حولوا جلساتهم في مجلس الوزراء وعلى التواصل الاجتماعي أن تكون مساحة للطلاق بدل أن تكون للاختلاف، وأن يكون في خط خدمة الناس كما أراد الإمام الصدر وكما يسعى دوما دولة الأخ الرئيس نبيه بري. ما من مشكلة خلافية في هذا الوطن، ولكن في هذا الوطن من يريد الوطن مزرعة ومن يريد هذا الوطن
أن يكون على قامة الإمام الصدر وعلى قامة الشهداء، وأن يكون في مفردات هذا القسم. نحن في حركة أمل أعلننا صراحةً أننا منحازون دائماً إلى خط الناس وإلى وجع الناس وإلى آلام الناس، ولذلك كانت الدعوة الصريحة الدائمة إلى الحوار الذي فوت مشاريع الفتنة وجعل استجرارها إلى ساحتنا في الكثير من الأحيان بفضل الوعي الذي مارسه دولة الأخ الرئيس نبيه بري، فإذا بهذه المشاريع لا قيمة لها في وطن موسى الصدر. نحن أيها الإخوة والأخوات، نحن يا أبناء الإمام موسى الصدر، أول من وقف في وجه العدو الصهيوني، وأول من أنشأ مقاومة استباقية، وأول من ارتفع بقامات شهدائه في عين لبنية، وأول من كتب من شهدائنا وجرحانا كونوا مؤمنين حسينيين. أردنا وطناً أن يكون على شاكلة هؤلاء الشهداء والجرحى، أردناه وطناً عزيزاً، أردناه وطناً في مواجهة الشر المطلق، أردناه وطناً يتحول إلى بوتقة حضارية ليعم هذه التجربة على الكون فرادةً ونبوغاً وتألقاً في كل مجالات الحياة. نحن في السياسة عندما نتحدث أمام أبناء الإمام الصدر نجعل من هذه السياسة في خط الخدمة العامة، ونقرأ في الملفات الساخنة أن هناك عدواً ما زال يتربص بنا، وأن حركة الموفدين إلى لبنان تسعى بالدرجة الأولى إلى هضم حقوقنا سواء في البر أو في البحر أو في الجو. ولذلك عندما كان الأخ الرئيس نبيه بري يدعونا دائماً أن نتنبه إلى أن العدو ما زال يكمن لنا على مفارق الانتصار، وهذا العدو لا يألو جهداً في أن يدخل إلى ساحتنا من خلال مشاريع فتنة أو مشاريع السفراء وغيرهم الذين يريدون فقط أمن إسرائيل. ونحن نقول بالفم الملآن إن من واجه إسرائيل في ساحات الوغى والميدان قادر على هزيمتها في مجالات السياسة والحوار. من قمة عمان يوم وقف الأخ الرئيس نبيه بري ليقول للعرب وليقول للمسلمين بأن القدس عاصمة أبدية لفلسطين، فلتسقط كل سياسات التطبيع مع هذا العدو مع الشر المطلق. ولذلك بوحدتنا الداخلية نستطيع أن نشكل رأس الحرب، بل أن نشكل الحرب الأولى في إسقاط إسرائيل وفي إزالتها من الوجود. نحن مع حوار مباشر مع القيادة السورية من أجل المصالح التاريخية، ومن أجل ليس فقط عودة النازحين وما يتعلق بقضايا التجارة والزراعة، وإنما نكون في مشروع واحد كما أسقطنا في لبنان مشاريع إسرائيل، أسقطت أيضاً في سوريا والعراق مشاريع فتنة طائفية بفضل مقاومة زرعها الإمام الصدر. ونردد اليوم هذا القسم الذي يشكل وثيقة للتاريخ ويشكل ميثاقاً لا تنضب حروفه أبداً. إليك يا إمامي، إليك يا أخي دولة الرئيس نبيه بري من مدينة النبطية، مدينة العلماء والشهداء، ومدينة القسم المتجدد،
أننا إن شاء الله سنبقى في هذا الخط الرسالي، في هذا الخط الجهادي الذي كان مبتدئاً بشهادة وينتهي بشهادة حتى ننال الحسنيين معاً، شهادةٌ نعتز بها أمام الله، وتضحيةٌ في سبيل المواطن. عندئذٍ نكون في خدمة الله لأننا في خدمة الناس. أملٌ بنصره تعالى وعودة الإمام القائد، وإلى قسم الإمام القائد السيد موسى الصدر، نردده ملء الآفاق ونردده ملء الحناجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات، نرجو منكم الوقوف لنجدد قسم الالتزام مع صوت الإمام المغيب السيد موسى الصدر. صلوا على محمد وآل محمد. النهار بتقدم لك فرصة ربح سيارة بقيمة 100,000 دولار. زور موقع النهار أو تطبيق النهار، اشترك بخدمة بريميوم.